السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة علا عبد التواب، أستاذ مساعد قسم الهيستولوجي، وإن شاء الله النهاردة هنشرح المين جينيتال سيستم. دي الاي ال اوز بتاعتنا اللي هي المفروض يعني كلنا نبقى عارفينها، النولج والانت والانتلكشوال سكيلز والبروفيشنال اند بلاكتيكال سكيلز. طيب المين جينيتال سيستم بتاعنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من برايمري سكس اورجان اللي هي التو تيستس، والسكندري سكس اورجان اللي هم عباره عن الدكت. الدكت دول يا اما انترا تستيكولار دكت اللي هم توبو ريكتي ري تيستس فازا افرينشيا اكسترا سكولار دكت، ودول اللي هم الابيديديمس والفاز ديفرنس والاجاكولاتوري دكت والميل يوريثرا، يعني كل دي اوعيه ناقله للسبيرم والسيمن بتاعنا. في اكسسوري جينيتال جلاند، احنا عندنا المين جلاند بتاعتنا اللي هي التستس، الاكسسوري جينيتال جلاند اللي هم السيمن الفيزيكال والبروستات والكوبرز جلاند او البلبوسر جلاند والليترز جلاند، وفي الاكسترنال جينيتاليا اللي هم البينس والسكروتا. اول اورجان هنتكلم عنه اللي هي المين سكس اورجان بتاعنا اللي هي التستس، والتستس ديت عباره عن اوفويد ستراكشر بتتكون من لو خد فيها ليها كفرنج، يعني عباره عن بتتكون من استروما وبريكما، والاستروما اللي احنا عارفينها اللي هي عباره عن الكونكتيف تيشو كفرنج بتاعه التستس، اما البريكما اللي هي الليبيولز بتاعه التستس. الكونكتيف تيشو كفرنج اوف تستس عندنا تو كونكتيف تيشو كفرنج مهمين، اللي هم اول حاجه التونيكا فاجينالس، وفي بعد كده عندنا التونيكا البيوجية. التونيكا فاجينالس ودي بتعمل كفرنج للانتيو واللاترال سيرفيسز اوف تيستس، اما التونيكا البيوجينيا وديت بتعمل لي كفرنج للتيستس، وبتيجي من ورا وتعمل لي سيكنينج، وبنسميه السيكنينج دوت بنسميه الميدياستاينال تيستس. يبقى اهم حاجه عندنا التونيكا فاجينالس بتعمل كفرنج للانتير واللاترال سيرفيس اوف ذا تيستس، ودي بتبقى جزء من البريتونيوم بتاخدها معاها التيستس وهي نازله في الديسنت ديورنج الانتراترين لايف. احنا عارفين ان التيستس بتبقى ابدومينال اورجان وبتنزل في اخر شهور البريجننسي علشان الهاي تمبريتشر بتاعت الابدومن. وفي بعد كده قلنا التونيكا البيوجينيا، والتونيكا البيوجينيا ديت بتعمل كفرنج للتستس من كل النواحي، وبتعمل سيكننج بوستيري عشان تدينا حاجه زي الهايلم اللي هي بتبقى موجوده في السبلين، بتبقى موجوده في الليفر، بنسميها الميدياستاينم. من الميدياستاينم ديت بيجي كونكتيف تيشو سبته بتعمل ديفايدنج للتستس لانكمبليت ليبيول. ليه انكمبليت ليبيول؟ لان الكونكتيف تيشو سبته ديت انكمبليت، وفي كل ليبيول كل تستس بتتكون حوالي من 250 ليبيول، وكل ليبيول بتحتوي على من 1 لـ 4 سيمينيفرس ليبيول. طيب ايه البريكما بتاعت التستس بتتكون من ايه؟ بتتكون من تو تيشو مهمين، بتتكون من السيمينيفرس ليبيول والانترستيشال تيشو. السيمينيفرس ليبيول والانترستيشال تيشو، يعني انا لو خدنا اهو ادي عندنا الرسمه بتاعتنا دي، ادي الرسمه بتاعتنا دي، ادي فيها ادي السيمينيفرس ليبيول بتاع ادي قطاع في السيمينيفرس ليبيول، وادي الانكمبليت سبته اللي هي بتقسم لي التستس لانكمبليت ليبيول، وكل ليبيول بيحتوي على من 1 لـ 4 سيمينيفرس ليبيول. ده رسمه مكبره للتستس. طيب وفيها اللي احنا قلنا عليه اللي هي عباره عن التونيكا البيوجينيا والتونيكا فاجينالس، وادي السيمينيفرس ليبيول بتاعتنا بتعتبر هاي لي تورشوس تيوب بتنتهي بستريت ليبيول بنسميها بتنتهي بستريت تبيول، وبعد كده في بتنتهي بعد كده سيكنينج بنسميه الريت تيستس، عباره عن انستموزنج تبيول بنسميها الريت تيستس، بتبقى موجوده في الميدياستاينم. الريت تيستس ديت بعد كده بتديني من 8 لـ 12 ستريت تبيول بنسميها الفازا الفرنشيا،
أو الدكتس إفريجي. تمام؟ طيب نيجي بعد كده للميل برايمري أورجان بتاعتنا اللي هي التستس. قلنا إن هي أوفويد ستراكشر، قلنا إن هي كفرنج بي تو كفرنج تونيكا فاجينالس وتونيكا البيوجينيا. الفانكشن بتاعت التستس إنها برودكشن أوف سبرماتوزوا والميل سكس هرمون. الاستروما اتكلمنا عنها. أما بالنسبة للبارينكيما بتاعت التستس قلنا بتتكون من بتتكون من السيمينيفرستبيول والانترستيشيال تيشو. السيمينيفرستبيول هي عبارة عن هاي لتوش فستبيول بتتكون من حوالي من 30 إلى 80 سنتي. إيتش تبيول بتبقى هايلي كونفيوليتد وبتعتبر بتنتهي بستريت تبيول بنسميها الريت تيستس. إيتش سيمينيفرستبيول لايند بالجرمينال إبيسيليوم بتاعنا اللي هي سبرماتوجينيك سيل، وده عبارة عن ستراتيفايد إبيسيليوم بيتكون من السكس سيلز مع سبورتنج سيل بنسميها ساتولي سيل. يبقى جيرمينال إبيسيليوم بيتكون من سكس سيل وفيه سبورتنج سيل اللي هي ساتولي سيل، وكل دول لاي على البيزمنت ميمبرين اللي هو محاط بالكونكتيف تيشو شيز ومحاط بخلية بتعتبر فلات سيل بنسميها المايويد سيل، وديت سموث مصل لايك سيل بتحتوي على أكتين فيلامنت. والكونتراكشن بتاع المايويد سيل ديت بيبقى مهم جدا في الاكسبالشن بتاعت السبيرم اول ما بتتكون في السيمينيفرستبيول. السبرماتوجينيك سيل بتعتبر من 4 ل 8 لاير ديفرنشيت من البيز لليومن، يعني الخلايا الام او الستيم سيل بتاعتنا بتبقى واقع على البيز وبنسميها السبرماتوجونيا. يعني لو قلنا نيوموريه الخلايا بتاعت السبرماتوجينيك سيل هتبقى السبرماتوجونيا برايمري سبرماتوسايت سكند سبرماتوسايت سبرماتيد اند سبرماتوزوا. عندنا عمليتين مهمين بيتموا بنسميها العمليه الام بنسميها سبرماتوجينيسيس. والسبرماتوجينيسيس دي بتنقسم لعمليتين مهمين سبرماتوسايتوجينيسيس وسبرميوجينيسيس. السبرماتوسايتوجينيسيس ديت اللي هي بتتكون من ثلاث مراحل. اول حاجه مرحله البروليفريشن، بعد كده مرحله الديفرنشيشن، وبعد كده مرحله الانقسام اللي فيها تو ميوتيك ديفيجن. اما عمليه سبرميوجينيسيس ديت عمليه الميتامورفوزس اللي فيها السبرماتيد بيتحول لكومبليت سبرم. اول خليه معانا خليه السبرماتوجونيا، والسبرماتوجونيا دول كذا نوع. اول نوع معانا هي عباره عن سمول دايبلويد جيرم سيل. يعني ايه دايبلويد؟ كلنا عارفين انها بتتكون من 46 كروموسوم لكن مفرد. يعني ايه مفرد؟ انها بتتكون من كروماتيد واحد. طيب السبرماتوجونيا دول كم نوع عندنا؟ طيب دارك ايه دارك تايب سبرماتوجونيا، ودي بتعتبر دوم شيب دي سيل واوفر نيوكليار. ودارك تايب ايه دي بتنقسم وبالميتوزس بتدينا خليه بنسميها دارك تايب ايه، ودي اكت از ستيم سيل وبتدينا بيل تايب ايه. بعد كده البيل تايب ايه ديت بتنقسم برضو، دي عباره عن زي الدارك تايب ايه لكن بيل. يعني ايه بيل؟ يعني النيوكليس بتاعتنا مليانه يوكروماتين. يوكروماتين يعني اكتف كروماتين. under the effect of testosterone الخلية ديت بوليفاريت وبتنقسم بالميتوزس وبتدينا additional بيل تايب A وبتدينا تايب B سبرماتوجونيا. والتايب B سبرماتوجونيا هي اللي بتدخل معانا في عملية السبرماتوسيتوجينيسيس. بتنقسم بتتميز التايب B سبرماتوجونيا ان هي عبارة عن اوفال نيوكلياي، وهي اللي بتنقسم علشان تدينا البرايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت ديت اللارجست سيل في السبرماتوسايت بيتكون من 2 ل 3 لير فيزيكولار نيوكلياي بتحتوي على الكروموسومز، بتحتوي قبل ما تدخل في عمليه الفيرست ميوتيك ديفيجن انها بتحتوي على 46 كروموسوم لكن سنجل كروماتين. under the effect of testosterone وقبل ما تدخل في الفيرست ميوتيك ديفيجن بيحصل دبليكيشن للكروماتين وبتبقى بتتكون من 46 كروموسوم لكن كل كروموسوم بيتكون من دبل كروماتيد. طيب during the first meiotic division ايه اللي بيحصل؟ ان الدي ان ايه كميه الدي ان ايه بتنقسم على خليتين، وبرده كميه الكروموسومات بتنقسم على خليتين، فكل خليه بتحتوي على هابلويد نمبر من الكروموسومز 23 كروموسوم لكن كميه الدي ان ايه فيها
انها بتحتوي على كروموسوم بيكون دبل كروماتيد، بيكون دبل كروماتيد. طيب ده عبارة عن قطاع للتستس بتاعتنا اللي هو المفروض بنشوفه تحت الميكروسكوب. ادي البيزمنت ميمبرين وادي الخلية الفيلات ديت. الخلية الفيلات اللي احنا شاورنا عليها باللون الاحمر ديت عبارة عن الميوديسيل اللي احنا قلنا الكونتراكشن بتاعها هو اللي بيساعد على الاكسبلشن اوف ذا سبيرم فروم ذا اليومن. طيب ادي الخلية. بعد كده في عندنا مين اللي واضح قوي؟ دي المفروض الخلايا اللي هي على البيزمنت ميمبرين اللي هي سبرماتوجونيا. اما الخلايا الواضحة خالص الكبيرة ديت اللي هي البرايمري سبرماتوسايت هنشاور عليها باللون الاصفر. ادي البرايمري سبرماتوسايت اهو بتتميز بان هي لارجست سيل وكمية الكروماتيد الكروموسوم واضحة جدا فيها. بعد كده آخر خلية عندنا اللي هي قرب اليومن ودي هنشاور عليها باللون الأخضر اللي هي السبرماتيد وبتتميز بإن السيتوبلازم بتاعها دارك النيوكلس بتاعتها دارك وبتبقى 8 مايكرون وإن هي بتبقى فيري سمول سيل. طيب قلنا إن البريمري سبرماتوسايت دخلت في الفيرست ميوتيك ديفيجن إدتنا سكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت بتاعتنا ديت تقريبا ما بنشوفهاش تحت الميكروسكوب. ليه؟ لان هي شورت ليفد سيل ما بيحصلش دوبليكيشن لعدد الكروموسومات، يعني بتدخل كل خليه بتدخل ب 23 كروموسوم دبل كروماتيد بتدخل على طول على السكند ميوتيك ديفيجن ما بيلحقش يحصل دوبليكيشن للكروموسومات. فبتدينا السكندري سبرماتوسايت هتدينا كل واحده هتدينا 2 خليتين من السبرماتيد. السبرماتيد هيتكون من 23 كروموسوم لكن ال 23 كروموسوم دول مفرد يعني بتحتوي على سنجل كروماتيد. السبرماتيد ديت سمول عباره عن سمول راوند هابلويد سيل. ويعني ايه هابلويد سيل؟ يعني بتحتوي على 23 كروموسوم بتبقى ناحيه اليومن بيحتوي على ايه اباندنت ار اي ار نيومرس ميتوكوندريا والديفلوبد يورولوجي وسنترال نيوكليوس وبتبقى دارك ستيت. طيب دوت عباره عن ديجرام للعمليه اللي احنا شرحناها عمليه سبرماتوسايتوجينيسيس علشان نركز مع بعض. ادي البرايمري ادي السبرماتوجونيا بتاعتنا حصل ريبليكيشن في الانترفيس ريبليكيشن للسبرماتوجونيا ادتنا البرايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت حصل ريبليكيشن السبرماتوجونيا كانت 46 كروموسوم لكن سنجل يعني كروماتيد واحد. البرايمري سبرماتوسايت 46 كروموسوم يعني ايه سيستر كروماتيد اللي احنا شايفينها ديت؟ سيستر كروماتيد يعني بتتكون من كل كروموسوم بيتكون من دبل كروماتيد بتدخل في الفيرست ميوتيك ديفيجن بتدينا كل خليه بتدينا خليتين بنسميهم السكند سبرماتوسايت بتكون من 23 كروموسوم لكن سيستر كروماتيد يعني بتكون من دبل كل كروموسوم بيتكون من دبل كروماتيد. دخلنا مفيش دوبليكيشن للكروموسومات ودخلنا بعد كده على السكند ميوتيك ديفيجن كل خليه ادتنا خليه تاني بنسميها السبرماتيد ودي الاندسيل بتحتوي على 23 كروموسوم لكن سنجل. يعني ايه سنجل كروماتيد؟ يعني كل كروموسوم بيتكون من فرده واحده من الكروماتيد. تمام. طيب احنا لو جبنا بقى قلنا ايه عمليه السبرماتوجينيسيس؟ قلنا السبرماتوجينيسيس بتنقسم السبرماتوسايتوجينيسيس والسبرميوجينيسيس. السبرماتوسايتوجينيسيس ادي الثلاث مراحل بتاعتها بروليفريشن اوف سبرماتوجونيا جروس اوف دوتر سبرماتوجونيا عشان تدينا برايمري سبرماتوسايت وماتوريشن البرايمري سبرماتوسايت باثنين ميوتيك ديفيجن. بعد كده قاعد لنا عمليه تكوين الماتور سبرم بعمليه اسمها السبرميوجينيسيس. ونخلي بالنا من المسميات لو قلنا في الامتحان عايزين السبرماتوسايتوجينيسيس هنقول عملية تكوين اللي بدأت العملية بتاعت التكوين اللي بدأت من السبرماتوجونيا للسبرماتيد. لو قلنا عايزين السبرميوجينيسيس يبقى هنبدأ من السبرماتيد لغاية الماتيور سبرم. طيب ايه بقى عملية السبرميوجينيسيس؟ السبرميوجينيسيس أول ميتامورفوسيس تعريفها ديت بروسيس السبرماتيد فيها بيتحول لماتيور سبرم.
سبرماتيد سبرماتيد قلنا السيتوبلازم بتاعه بيحتوي على سنتريسفيريكال نيوكليس بول ديفلوبد جولجي كلوز تو ذا نيوكليس بير من السنتريول نيومرس ميتوكوندريا فري ريبوسوم. طيب عملية سبرموجينيسيس بتنقسم لثلاثة أو أربعة فيز. أول فيز بتبدأ في منطقة الجولجي وبنسميها الجولجي فيز. إيه اللي بيحصل في الجولجي فيز؟ إن أنا عندي بتبقى الجولجي معروف إن هو بيكون الجرانيولز والفيزيكلز، شوية فيزيكلز بيتحدوا مع بعضهم وبنسميهم بلو أكروسوم الفيزيكل. الفيزيكل ديت بتأتين أمبران وبتطلع بره الجولجي وبنسميها البلو أكروسومال جرانيول. البلو أكروسومال جرانيول ديت بتنقسم الى اكروسوم. ايه الاكروسوم دوت؟ ده عباره عن سمول ميمبرين بيروح ويحيط فوق النيوكليس ويبقى فوق التوب اوف ذا نيوكليس. والاكروسوم دوت بيتكون من الهيد كاب. الهيد كاب ده عباره عن دبل ميمبرين ستراكشر. دبل ميمبرين ستراكشر هو ذا اكروسوم. يبقى الاكروسومال سيستم، تاني الاكروسومال سيستم بيتكون من دبل ميمبرين ستراكشر او دبل ميمبرين ميمبرين بنسميه الهيد كاب، وبيحتوي جواه على الاكروسوم. الاكروسوم دوت اللي بيحتوي على الاكروسومال انزيمز. طيب اول ما الاكروسومال سيستم دوت بيتكون عندنا احنا تو سنتريول. واحد من السنتريولز دوت بيروح اتاتش للنيوكليس. اتاتش بالنيوكليس فين؟ في المنطقه او اوبوزيت تو ذا اكروسوم. يعني الاكروسوم لزق في النيوكليس من فوق، هو يروح يلزق في النيوكليس من تحت، ويفضل بقى الاكروسوم دوت لانه بيتكون من سنتريولز يفضل لغايه ما يكون لنا الفلاجيلا. في ميمبرينس ستراكشر بيبقى حوالين الفلاجيلا بنسميه الكودال تيوب. والكودال تيوب دوت اللي هو بعد كده بيدينا الشيز او الميدل شيز اوف ذا اسبير. ادي عندنا المراحل، ادي اول واحده ديت المراحل بتاعه التكوين الماتيور اسبير. دي مرحلة الأكروسوم، دي مرحلة الاسبرماتيد، وأدي الأكروسوم الكاب ابتدى يتكون. دي الجولجي يعني حصل فيها الجولجي فيز. الأكروسوم الكاب ابتدى أو الأكروسوم الفيز ابتدى بعد كده مرحلة الأكروسوم، إن هو الأكروسوم السيستم بيتكون فوق النيوكليس عبارة عن دبل ممبينس ستراكشر اللي بنسميه الهيت كاب، وهو الأكروسوم اللي هو عبارة عن هيدروليتك إنزيم. في بعد كده ادي عباره عن السنتريول اتاتشد بالنيوكليوس وادانا الديفلوبينج فليجيلا. بعد كده بنوصل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الاكروسومال فيز. الاكروسومال فيز دوت ايه اللي بيحصل فيها؟ ان بيحصل كوندنسيشن للنيوكليوس، ان بيحصل ديسبليسمنت للنيوكليوس وديسبليسمنت هيم سيلف او زيم سيلفز اوبوزيت تو ذا يعني ناحيه البيزمنت ميمبرين اوف ذا سيمينيفرس تيبيول. ايه كمان اللي بيحصل عندي؟ ان عندي في كمان ان السنتريول الثاني بيجي وبيلف حوالين الفلاجيلوم وبيدينا حاجه اسمها الانيولس رينج. يبقى بيدينا حاجه اسمها الانيولس رينج. ابتدى بعد كده في المرحله الاخيره مرحله الماتوريشن، ان عندي السيتوبلازم بيبتدي يعمل لي ويل ديلينيشن للنيوكليوس والاكروسومال سيستم والفلاجيلا، وبيبتدي بقى عندي في كميه السيتوبلازم اللي انا مش عايزاها بيبتدي يحصل لها كاستنج اوف وفاجوسيتوزس. وهنعرف بعد كده ان كميه السيتوبلازم اللي انا مش محتاجاها واللي حصل لها كاستنج اوف ديت بيحصل لها فاجوسيتوزس بالستريبتوليسين. بعد كده مرحله الماتوريشن الاخيره اتكون عندنا ادي الماتور سبير، ادي الاكروسوم الكاب، وادي الهيد، وادي الميد بيس. والميد بيس ديت قلنا ان هي اتكونت من الفلاجيلم وحواليها الكودال تيوب، وما بين الكودال تيوب والفلاجيلم ابتدت عندنا الميتوكوندريا اللي هي موجوده في السيتوبلاس تترص لغايه ما ادتنا الميدل بيس اللي هي مسؤوله عن الحركه او الموتيليتي اوف ذا سبير. وادي عندنا التيل او الفلاجيلا. ده كله ادي احنا قلنا ده كله. وفي بعد كده اخر حاجه هي الاستراكشر اوف ذا ماتيور سبير. الاستراكشر اوف ذا ماتيور سبير قلنا بيتكون من نيوكليس تيل او فلاجيلا عشان تدينا الموتيليتي. الهيد بتبقى اوفويد استراكشر، والانتيريور تو ثيرد اوف ذا نيوكليس كفرد بالاكروسوم الكاب. التيل عندي بيتكون من 55 مايكرون في اللينس، وبيتكون من 4 سيجمنت من البروكسيمال للديستال يعني من ناحيه
النيوكليس بيتكون من النيك، الميدل بيس اللي هي فيها الميتوكوندريال شيز والمسؤول عن الموتيليتي، البرنسبل بيس والاند بيس. ودي برضو ده دياجرام، وده مهم جدا بنبقى محتاجينه، لان احنا عندنا معظم الاسئله بنقول illustrated with diagram، فالدياجرام ده مهم جدا عندنا في الامتحان. وادي عندنا التكوين بتاع الماتيور اسبيرم. ده دياجرام يورينا المراحل بتاعة السبرميوجينيسيس، وقلنا ان الدياجرامات دي بتبقى مهمة جدا في الامتحان. ادي مرحلة الجولجي فيز، الاكروسوبل فيز، والماتوريشن فيز، وده الستراكشر اوف ذا ماتيور سبير. ادي الهيد، وادي الميدل بيس، البرنسبل بيس، والتيل بيس. طيب في عندنا احنا قلنا السيمينيفرس تبيول لايند بي لايند بسبرماتوجينيك سيل اند سيرتولي سيل او سبورتنج سيل. السيرتولي سيل ديت عباره عن تول كولامينر سيل، واللاترال سيل ميمبرين بتاعتها عملت انفولدنج بتوين الخلايا او بتوين السبرماتوجينيك سيل، علشان كده انا مش بقدر اشوف الباوندرز بتاعتها. ليه؟ لان اللاترال سيل ميمبرين بتاعتها اللاترال باوندرز داخله وايه يعني حاضنه كل الخلايا بتاعه السبرماتوجينيك سيل. الابيكال سيل ميمبرين بيبقى هايلي فولدد وبيبقى ناحيه اليومن، وبتبقى فيه الماتيور اسبرم. النيوكليس بتاعتنا بتبقى الريجولار وسنتر لوكيتد نيوكليولس. السيتوبلازم بيحتوي على انكلوجن بودي بنسميها كريستالويد اوف شاركوت بوتشر. ادي برضو ده الدياجرام بتاعنا، وهنا ادي دوت المكان هنشاور اهو باللون الاحمر، دوت المكان بتاع السيرتولي سيل اهي، دي السيرتولي سيل. لكن انا مش قادره ادي السيرتولي سيل، كل اللي انا قادره اشوفه ان هي تول كولامينر سيل، لكن مش قادرين نشوف الباوندرز بتاعتها. ليه؟ لان الباوندرز بتاعتها داخله وسط الخلايا. بالالكترون ميكروسكوب السيتوبلازم بتاعها بيحتوي على اس اي ار، بيحتوي على ليميتد ار اي ار، بيحتوي على ميتوكوندريا والديفلوبد بولجي والديفلوبد ليزوزومال سيستم يعني ليزوزومز وبيريبتيزومز، وبيحتوي على سيتوسكيليتال ايليمنت. يعني ايه سيتوسكيليتال ايليمنت؟ يعني مايكروتوبيول ومايكروفيلمنت. ليه؟ لانها بتعمل سبورتنج ستراكشر سبورت للديفلوبنج سبرماتوجينيك سيلز. السيتر سيل ميمبرين بتاع السيرتولي سيل قلنا ان هي داخله وسط السبرماتوجينيك سيل، وكل خليتين من السيرتولي سيل اتاتشد مع بعضهم بتايت جانكشن او اوكلودنج جانكشن. التايت جانكشن او الاوكلودنج جانكشن ادي دياجرام، ادي عباره عن البيزمنت ميمبرين المايويد سيل، ادي السبرماتوجونيا، وادي الخليه الطويله خالص ديت اللي هي عباره عن السيرتولي سيل. لما نحب نعرفها ان هي تول كولومينر سيل اكستند من البيزمنت ميمبرين لليومن. اللاترال سيل ميمبرين اهي مش قادرين نعرفها لان هي داخله مع الخلايا الثانيه، وادي اتاتشد كل خليتين اتاتشد مع بعضهم باكلودنج جانكشن. طيب الاكلودنج جانكشن دي ايه فائدتها؟ ان هي بتعمل لي البلاد تستيكولار بارير. يعني ايه بلاد تستيكولار بارير؟ يعني هي بتقسم لي السيمينيفرستيبول لتو كومبارتمنت. بيزل كومبارتمنت زي ما احنا شايفين تحت الاكلودنج جانكشن بيحتوي على سبرماتوكوليا. ابيكال كومبارتمنت فوق الاكلودنج جانكشن بيحتوي على كل الخلايا الثانيه اللي هي البرايمري سبرماتوسايت، سكند سبرماتوسايت، وسبرماتري. ايه فائدته البلاد تستيكولار بارير؟ البلاد تستيكولار بارير ده مهم جدا ان هو بيحمي لي النيو ديفلوبد جاميتس اللي هم مين اللي تكونوا بعد البيوبرتي، الخلايا الجديده اللي اتكونت بعد البيوبرتي اللي هم البرايمري والسكندري والسبرماتري. ولان الاميون سيستم اللي موجود في البلاد ما يعرفهمش او مش متعود عليهم، لان هم بيحتوي على هابلويد نمبر من الكروموسومات، فممكن الاميون سيستم اللي موجود في البلاد يهاجمهم ويكسرهم لانه هو ما يعرفهمش، ولان هم بيحتوي على نوع من الكروموسومات اللي هم 23 كروموسوم. الجسم كله فيه 46 كروموسوم، والسبرماتوجونيا فيها 46 كروموسوم، فمعرضين ان هم يتم تكسيرهم او التخلص منهم بالاميون سيستم. علشان كده انا ببعدهم عن البلط وببعدهم عن الاميون سيستم بالاكلودنج جانكشن.
تمام. طيب بالنسبة لي ادي برضو دوت عبارة عن دياجرام بيوضح لي البلد تستيكولار بارير، ادي الخلية بتاعت السيرتولي سيل، وادي بقية السبرماتوجينيك سيل. ايه الفانكشن بتاعت السيرتولي سيل؟ اول حاجة فيزيكال اندوتريشال سبورت، يعني بتعمل فيزيكال سبورت، وقلنا علشان كده فيها سيتوسكيلتال اليمنت اللي هي الميكروتوبول والميكروفيلا. نيوتريشنال سبورت عشان كده فيها جولجي وفيها اس سي ار، وبتصنع مواد بتتغذى بيها ان احنا عندنا السبرماتوجينيك سيلز بعيدة عن البلاط، فعشان كده النيوتريشن طيب هتجيلها منين؟ من السيتولي سيل. بتعمل فاجوسيتوزس للسيتوبلازم اللي هو اليمينيتد دورينج السبرماتوجينيسيس، بتعمل فورميشن البلاط تستيكولار بارير، بتعمل لي حاجة اسمها الاندروجين بايندنج بروتين، والاندروجين بايندنج بروتين ده بيعمل بيزود الكونسنتريشن بتاعت التستوستيرون، يعني بيمص او بيمتص من الانترستيشن تيشو عشان يعمل له كونسنتريشن في السيمينيفرس تبيول، علشان مهم التستوستيرون في عملية السبرماتوجينيسيس. كمان ان هي بتطلع لي حاجة اسمها الانتيمولاريان فاكتور، والانتيمولاريان فاكتور دوت بيعمل انهيبيشن لتكوين الفيميل جينيتال سيستم او المولاريان داكت اللي هي بتعتبر البريكرسر اوف ذا فيميل جينيتال سيستم. ده دياجرام بيوريلي الفانكشن بتاعت السيمينيفست السيرتولي سيل اللي هي بلاد تستيكولار بارير، وسكريشنز الاندروجين بايندنج بروتين، انهيبين انتيمولاريان هرمون ترانسفيرين، نيوتريشن للنيوري ديفلوبد جاميت فركتوز ريتش فلويد، وان هو بيعمل فاجو سيتوزس. الانترستيشن تيشو، الانترستيشن تيشو دوت السايت بتاع التستوستيرون فورميشن، وواضح ان هو بتحتوي الانترستيشن تيشو بتحتوي على كونكتيف تيشو، ماست سيل، ماكروفاج، نيرف، لينفاتيك، بلاد فيزلز، ومعروف ان نوع لان احنا التستس دوت اندوكراين اورجان، فان نوع الكابيلاريز هيبقى في الستريتد كابيلاري. طيب ايه اهم خليه عندنا؟ اللي هي الانترستيشن سيل اوفريدج اللي هي بتكون لي التستوستيرون. لما اجي اعرفها بنقول ان هي بوليهيدرال سيل بالاسيدوفينيك سيتوبلازم فاكيوليتد، لانها بتحتوي على فات دروبلت، بتحتوي على سنجل ماوندد نوكليوس وممكن 1 اور 2 نيوكليولاي، والتيبيكال ستراكشر بتاعها تيبيكال استرويد سيكريتنج سيل. ايه الاسترويد سيكريتنج سيل؟ يعني الاقي فيها ميتوكوندريا، الاقي فيها لارج اماونت اوف اس سي ار، والديفلوب دوجوتشي ليميتد ار ار ليبيد دروبلت وليزوزوم. دي ادي عباره عن التستس، وادي الانترستيشن تيشو، وادي برضو الانترستيشن تيشو، ودي الخلايا دي اللي مليانه فات اللي هي الانترستيشن سيل اوف ليدج. لو خدنا ادي الاي ام اوف ستراكشر بتاع الانترستيشن سيل اوف ليدج، اهو هلاقي ميتوكوندريا كتير، والاقي ليبيد دروبلت، وفي عندي ليزوزومز، وقلنا اهم فانكشن بتاعه الانترستيشن سيل اوف ليدج ان هي بتصنع لي التستوستيرون. طيب نيجي بقى للاكسسوري جينيتال داكت، قلنا ان بعد ما السيمينيفستيبيول بتنتهي قبل ما نوصل على الميدياستاينم تيستس بنوصل على بنلاقي عندنا ستريت تبيول بنسميها التوبولوريكت. التوبولوريكت دي اهميتها ايه؟ ان هي لاين بكولامينر سيل او سيرتولي سيل. التوبولوريكت دي ستريت تبيول اكستند من السبرماتوجينيك سيل او من السيمينيفست تبيول للميدياستاينم، وان هي لاين بكولامينر سيل او سيرتولي سيل. بعد كده بتدخل على هايلي انستموزنج شانل بنسميها الريت تيستس، والريت تيستس ديت لاين بكيوبويدال او كولامينر سيل، وبتبقى موجوده في الميدياستاينم اوف ذا تيستس. اخر حاجه من الانترستيكولار داكت الفاز افريتشيا، دي عبارة عن ستريت تبيول من 8 ل 12 في النمبر، وإن هي بتبقى موجود فيها كونكتيف تيشو وسموز ماسل وليست على بيزمنت ميمبرين، والإبسيديم بتاعها بيبقى alternating نون سيليتد سيل وسيليتد سيل. النون سيليتد سيل بتبقى كروبويدال وبتبقى فيها مايكروفليار، والسيلي عشان بتعمل ابزوربشن للفلويد، اما السيليتد سيل ديت اللي هي مهمه علشان بتعمل بيتنج للفلويد والسبيرم توردز ابيديزيس. نيجي بعد كده للابيديديمس. الابيديديمس دوت هايلي تورشوس تيوب، يبقى حوالي 6 متر في اللينس،
وبيكون من بودي وتيل، اللايننج ابيسيليوم بتاعه سودو ستراتيفايد كلها من الابيسيليوم ويز سودو ستراتيفايد كلها من الابيسيليوم ويز ستيروسيليوم، عبارة عن بيزل سيل وتول سيل، وبيحتوي على الستيروسيليا. وزي ما احنا عارفين ان الستيروسيليا دي بتختلف عن السيليا وان هي اكت از مايكروفيلاي، يبقى لما نيجي نقول الستيروسيليا دي ايه، دي اماتيور سيليا واكت از مايكروفيلاي، يعني وظيفتها الابزوربشن. يبقى فايده الابيديدمس ان هو بيعمل لي ستورج داكت هو يلزا هو يلزا ما يسبرماتوز هو بيكم ماتيور اند موتايل، وبرده ان هو بيعمل ابزوربشن للفلويد عشان يعمل لي نيوتريشن للسبرم، لان الابسيليوم في الاموتايل سيليا او الاستريسيليا اللي بتعمل ابسورب جود اماونت من الفلويد فروم ذا اليوم. ده عباره عن قطاع في الابيديديمس دوت باللو باور وادي الهاي باور، وادي واضح السود ستراتيفايد كله من الابسيليوم بتاعنا، وعندنا ادي السبيرم موجوده في اليوم. بعد الابيديديمس عندنا الفاس ديفرنس هايلي ماسكولار تيوب بنسميه بيبقى 45 سم في اللينس، بيعتبر سيك وول ونرول يومن. سيك وول لانه بيحتوي على 3 لير من المسلز، والنرول يومن اليومن برضو بتاعه بيحتوي بيبقى سودو ستراتيفايد كولامنر ابيسيليوم ويز استيروسيليوم. بيبقى موجود فين الفاس ديفرنس؟ بيبقى موجود في السبرماتيك كورد. واحنا لو قلنا ايه مكونات السبرماتيك كورد، بيحتوي على فاس ديفرنس، بيحتوي على تستيكولار artery والبنبينيفورم بلكسس فير لمفاتيك ونيرف كريماستريك مصر، وكمان معانا الفاز ديفرنس. ادي اهو ادي قطاع في الفاز ديفرنس، واضح جدا انه هايلي ماسكولار تيوب بيتكون من 3 لير من المصر، انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولار. انر واوتر لونجيتودينال والميدل اهو، ادي 3 لير، ادي انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولار مصل. ادي اليومن بتاعي بيبقى نار ولاين بي اي بي سودو ستراتيفايد كولابنر ويز استيروسيليوم. تمام. الوول بتاعه قلنا بيكون من كوزا مسكروزا ادفنتيشا، وبيوضح لي ان هي بيكون من 3 لاير. ونيجي بعد كده الدايليتد اند اوف ذا الدايليتد اند اوف ذا فاز ديفرنس بنسميها الامبولا. يبقى ايه الامبولا دي يا جماعه؟ دي التيرمينال دايليتد اند اوف ذا فاس ديفرنس، ودي بيبقى الميكوزه بتاعتها هايلي فوردد لايند بايه. مهم جدا نبقى عارفين اللايننج ابيسيليوم اوف ذا امبولا او ذا فاس ديفرنس. سيمبل كولومنر ابيسيليوم، سيمبل كولومنر ابيسيليوم اللي هو سكرتوري في الفانكشن. طيب نيجي بعد كده في عندنا حاجه اسمها الايجاكيلاتوري داكت. الايجاكيلاتوري داكت تعريفها دوت اليونيون او اتحاد بتوين التيرمينال بارت او ذا فاس ديفرنس هي الامبولا اللي احنا قلنا عليها لاين بسين بالكولومنال ابيسيليوم والداكت اوف ذا سيمينال فيزيكال. يبقى الامبول الجاكيلاتوري داكت لايند بحاجتين، بتتكون من حاجتين، التيرمينال بارت اوف فاس ديفرنس اللي هي الامبولا والداكت اوف ذا سيمينال فيزيكال، وديت اوبن في الفيرست بارت اوف ذا يوريثرا اللي هي البروستاتيك يوريثرا، وعن طريق انها بتخترق البروستاتيك جلاند. لايند بايه الايجاكولاتوري داكت؟ مهم جدا، عندنا سؤال مهم بنجيبه اللايننج ابيسيليوم اوف ذا فولوينج داكت، فممكن نعرض ان احنا نجيب لك اي نوع من انواع الداكت ديت ونقول لك ايه اللايننج ابيسيليوم بتاعها. ففي عندنا دوت الايجاكولاتوري داكت رايتد بسيمبل كولومنر اور سوت ستراتيفايد كولومنر سيكريتوري ابيسيليوم. نيجي بعد كده ادي اهو ده دياجرام بيوضح لنا ادي السيمينال فيزيكال وادي الداكت بتاعت السيمينال فيزيكال، ادي الفاز ديفرنس وادي الامبولا او ذا فاز ديفرنس اتحدوا مع بعضيهم وادونا زي ما احنا شايفين. ادي اهو اتحدوا مع بعضيهم اللي احنا بنشاور عليها ديت، ودوت ادونا ديت اللي هي عباره عن الايجاكيلاتوري داكت اللي هي بتخترق مين؟ اللي هي بتخترق لي البروستيت وبتفتح في اليوريثرا. اكسسوري جينيتال جلاند، عندي اهم حاجه من اكسسوري جينيتال جلاند السيمينال فيزيكال هايلي كونفيوليتد تيوب من 5 ل 7 سم، بتتكون من ميكوزا ماسكروزا ادفنتيشا، الميكوزا بتاعتها بتبقى انستموز اند برانش لايند بسيمبل كولومنر ابيسيليوم،
السيمبل كورونري بيسيليوم مين لي سكريتوري، لان هي جلاند فبتعمل لي سكريشن للسك، سك يلو الكالاين سكريشن، سك يلو الكالاين سكريشن ديليفرد للاجاكولاتوري داكت عشان يروح في الاجاكوليشن، وبتشارك في النيوتريشن بتاعه السبيرم. يبقى سك يلو ده الكالاين سكريشن وبيعمل نيوتريشن للسبيرم. ادي ده قطاع، ادي عباره عن السيمينال فيزيكال اهي، وادي دي مين البروستاتيك جلاد، وادي عباره عن لو خدنا قطاع في السيمينال فيزيكال ادي اللايننج ابيثيليوم بتاعها بيعتبر هايلي تورشوس تيوب، وبنعرفها باللايننج ابيثيليوم اللي هو سيمبل كورونال ابيثيليوم، والسكريشن بتاعتها اللي بتبقى يلو تحت الميكروسكوب. البروستات جلاند كومباوند توبيولو الفرا جلاند بتحتبت سراوند ذا فيرست بارد اوف ذا يوريثرا، بتتكون من ستروم او بلينكما. الستروما بتاعتها دينس فايبرز كونكتيف تيشو، كله بيحتوي على كولاجين والاستيك فايبر سموز ماسل فايبر، وبتدينا سته بتقسم الجلاند للوب يول. البروستاتيك يوريثرا موجوده عندي ومحيط بيها سك ماسل سموز ماسل لير عشان تدينا الانترنال سفنكتر اوف ذا البارينكيما بتاعتها بتتكون من 30 ل 50 سمول الفيولار جلان، بنقسمها بالترتيب ميكوزال سب ميكوزال بريفر. يبقى ميكوزال دول اللي حوالين البروستاتيك يوريثرا، سب ميكوزال اللي هم في النص، والبريفرال اللي هم بعيد عن الجلان اللي هم بعيد عن اليوريثرا. ادي البروستاتيك يوريثرا بتاعتنا، وادي قطاع في البروستات بنقسمها للميكوزال. ادي الاسيناي بتاعتنا بنقسمها للميكوزال، سب ميكوزال اللي هي في النص، السب ميكوزال اللي هي في النص والبريفيرال. وكل ما بنبعد يعني احنا عندنا كل ما بنبعد اللي هو الحجم بيزيد، لكن الابيثيليوم الحجم بيزيد والابيثيليوم بيقل. يعني بنلاقي ان الميكوزال اللي هم حوالين اللي حوالين اليوريثرا اللايننج ابيثيليوم بتاعهم سيمبل كولومنار ابيثيليوم، السب ميكوزال جلاند اللايننج ابيثيليوم بتاعهم سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم، اما البريفر خالص دول اللايننج ابيثيليوم بتاعهم بيبقى سيمبل سكويموس ابيثيليوم. بتفرز ايه؟ بتفرز لي برضو الكالاين سكريشن، لكن بيبقى سين وبيحتوي على فركتوز وبيحتوي على فوسفورس، وبيعتبر برضو جود نيوتريتيف ماتيريال للسبيرم، وبيدخل فيه مكونات الاجاكوليشن. ثالث جلاند معانا اللي هي الكوبرز جلاند او الكوبرز جلاند او البلب ويسر جلاند، ده عباره عن توبولو الفولار جلاند ميوكس سكريتوري جلاند سمبل كولومنر ايبيثيليوم لايند بسمبل كولومنر ايبيثيليوم، والسكريشن بتاعتها بتبقى فيزيت اند كلير. بالنسبه لليوريثرا قلنا انواع اليوريثرا، احنا عندنا مهم عندنا جدا الميل يوريثرا، والميل يوريثرا بتنقسم لثلاثه، بروستاتيك يوريثرا من بينس يوريثرا سبونجي والسبونجي يوريثرا. البروستاتيك يوريثرا لايند بترانزيشن ابيثيليوم اللي هي بنعرف منها شريحه البروستات، من بينس يوريثرا لايند بستراتيفايد او سودو ستراتيفايد كولومنال ابيثيليوم، اما السبونجي يوريثرا او اللي هي موجوده في البينس ونسميها سبونجي يوريثرا او بينال يوريثرا، سبونج يوريثرا أو بينايل يوريثرا دي لايند بسودو ستراتيفايد كولومنر اند باتشد من ستراتيفايد سكوليموس. مهم جدا اني اعرف اليوريثرا وانواعها او اجزائها وكل جزء لايند بايه. في عندنا اخر جلاد معانا اللي هي الكوبرز جلاد، وديت اوبن في الـ اوبن في الـ في البينس او في البنايل يوريثرا، اوبن في البنايل يوريثرا، وديت بتعتبر ميوكس سكريتنج جلاند امتي انتو ذا يوريثرا، وقلنا من ان هي بتفتح في البنايل يوريثرا. اخر حاجه معانا الاكسترنال جينيتاليا، والاكسترنال جينيتاليا معروف اخر حاجه معانا اللي هو البينس اللي هو بيكون من 3 كوربورا، 2 توك 2 كوربورا كافرنوزا وواحدة كوربورا سبونجيوزا، ولو خدنا قطاع فيه بنلاقيه ان هو بيتكون من لايند بي كونكتيف تيشو كبسول، وبتتكون من اريكتايل تيشو، والاريكتايل تيشو دوت عبارة عن سموز ماسل وبلاد سينسول. ادي اهو
ادي قطاع معانا، ادي التو كوربورا كافرنوزا، وادي كوربورا سبنجوزا اللي فيها البنايه اليسرى، وادي عباره عن التونيكا البيوجينيا، وكل دوت عباره عن الاركتايد تيشو اللي بيتكون من سموز مصل عامله لي ترابيكولي ووسطيها الكافيرنس ساينسوي. وشكرا، وكده بينتهي معانا الميل. وده مش معناه المحاضره دي مش معناها ابدا ان احنا ما نستزدش من الكتاب، ممكن اكون في اجزاء انا اخفلتها، لكن اهم عندنا الكتاب او التكست بتاعنا اللي هو البيزك او جنكيرة اللي احنا بنذاكر منه، ومهم جدا ان احنا نقرا من كتاب ما نكتفيش، ويا رب نكون ان احنا ما نسيناش حاجه في المحاضره. وشكرا.